شيخ عبد الله، أعود لموضوع آخر، موضوع الشيوخ. نعم أنت قلت شيخ أثناء حديثك أنه بعضهم للمتصوفة وبعضهم لمذهب آخر ومذهب نعم آخر، نعم وهذا كان سبب في أنه تأخر لحاقهم بالثورة، أليس صح كذلك؟ صح أو بعضهم ما التحق حتى اللحظة. نعم طيب، هذا ألن يخلق مشكلة حتى بعد سقوط النظام؟ ألن يخلق مشكلة بأن هؤلاء يريدون طرح فكرهم وأجندتهم، يعني بحيث أنه لن يسمحوا للفكر المعتدل بأن يكون هو السائد في التربية الإسلامية، بدعوى أنه هذا وهابي وهذا سلفي وهذا جاي من دولة فلانية وهذا، أنه لا، بدهم يمشوا المذهب اللي كانوا عليه. هل هذا راح يكون موجود؟ إن شاء الله لن يكون، وإن كان فسيكون يعني شيء بسيط ولا ينتبه له ولا يؤبه له. أي نعم، يعني الآن التصوف ومخلفاته أصبح في المزابل، يعني ما مع الأسف طبعا. نعم، يعني على رأسه مثلا البوطي، مع أنه كان أستاذنا بالجامعة، البوطي لكان هو أحد أساتذتنا بالجامعة، إلا أنه كان مع الأسف عونطجي من صغره، يعني ما كان يصنع خيرا مع طلابه الذين جاءوا ليتعلموا العلم المبارك. مع ذلك الحمد لله الناس أدركوا الحق وسطعت الشمس أمام عيونهم، وكل زعبرة وكل نفاق راح وقته، راح وقته، انتهى. هذا فضل من الله.